لأول مرة بلبنان حيكون في برلمان شبابي لبناني نموذجي بتمويل من السفارة الهولندية برعاية مؤسسة أديان رشاد سنتر. تقدروا تنتخبوا أو تترشحوا إذا كنتم من أب أو أم لبنانية فقط، أعماركم بين 18 إلى 35 سنة، داخل لبنان أو خارج يعني مغترب. ممكن الاقتراع إما بمكان نفوسكم أو بمكان سكنكم. سيتألف المجلس من 64 صبي وشاب، الهدف الأساسي إلغاء الطائفية. نحن حنطبق قانونين، قانون النسبي وقانون الأكثري. النسبي سيكون على المقاعد الوطنية يعني الدائرة الوطنية ضمن اللائحة، والأكثري سيكون على الدوائر الفردية. على أثر ذلك شكلنا تحالف مع النبني، تحالف أكثر من 64 صبي وشاب ويزداد يوما ورا يوم، تحالف أشخاص متميزين، أشخاص كفؤين، كل واحد بحد ذاته مشروع، كل واحد ينتمي إلى منطقة، بيعرف أهلها، بيعرف سكانها، بيعرف مشاكلها وبيعرف حلولها. نحن عنا الحلول، نحن أصحاب الكفاءات والخبرة، نحن عنا الشهادات اللي بتخولنا نستلم، عنا الخبرة اللي بتخولنا نستلم، وعنا ثقتكم، نحن منكم وفيكم. نحن ضد إلغاء الآخر، نحن مع شعار خلوا خلافاتكم خارج مجلسنا. مصالحنا ومطالبنا الشبابية بتوحدنا رغم تنوعنا. إيد بإيد مع بعض منقدر نغير الوطن للأحسن.